ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده ورانا ده برو الشيخ معانا النهارده، بس هو بيلعب شيست النهارده. ميري كريسمس. الساعة 10:30، فاضل الساعة ونص على الكريسماس. انت بتحتفل وانا سخنت وبلعب تمرين دور ومقفل الجهاز. احنا مش زي بعض طبعا. في بروهات في الجيم دلوقتي، في بروهات راحت الجيم بدري، ده كده على وضعك، عايزك تبدا السنه الجديده كده، فاهم؟ انا ببداها بالجيم، حاجه حلوه. انت برضه تكون بادئها بحاجه حلوه، سيبك من البروهات اللي بتقول لك يلا نروح ويمين وشمال وما تروحش الجيم. لا لا لا، مش انت مخلي الجيم رقم واحد عندك. فيلا بينا بقى نخش على التمرين. برافو عليك يا شيخ، برافو عليك يا جماعه. بيحتفل بالكريسماس في الجيم معايا. لما اروح برضه احتفل معاه. ماشي عادي، مش مشكله، روح احتفل براحتك، بس اهم حاجه ايه؟ الساعه 12 تدق انت فين؟ في الجيم. مش عايز ينزل يا علي، استنى بقى انزله تاني. مش عايز ينزل؟ ايزي اوكي، نظر ولا ايه؟ قفل وزن كده. دي الثانيه في الوركينج، هلعب كمان واحده، يبقى ثلاث مجموعات وركينج سيتس، ثلاث مجاميع عمل، وبعد كده العب على العقله مو لابس. جامد. جامد علي، احتفل بقى يا شلبة. خمستاشر احتفال. ابني 15 لسه قايل لهم في الفيديو دلوقتي على الابلكيشن، قلت له انزل الجيم تقف مع صاحبك هيسوحك. هتلاقيه عمال ايه يقول لك بص مين معديها، دي صاحبتها جايه وبتاع، ويلا وصاحبتها درجة تشتت. هتروح بقى تخش على الانستجرام تقعد تالف رسائل وبتاع وتشتت، وانت تجيب لي الامر تروح على سيكو سيكو مواقع 10 دقايق، ما انت كسر واحد نفسك وتقعد تزعل وتعيط. انزل الجيم هتقعد ساعتين بومب، عضلاتك فيها ضخ دم، انت فاهمني؟ وتتبص الساعتين احسن ما تتبص 10 دقايق وتندم بعدها. ركز يا برو بقى، ركز. كوبرا باك يعني عقله. خدت مجموعتين، خش المجموعه الثالثه. نلعب ست مجموعات ان شاء الله النهارده. بس كده كده مش هقل من 15 عدة في المجموعة الواحدة. احسب انت بقى. يعني لو جبت اكتر من 15 اوكي. فرحان، اقل من 15 لا. بسم الله ما شاء الله. لعبة متسرعة. جامد علي. طفان ما شاء الله. ما شاء الله. جامد اوي. عاش علي. ها كمان واحدة. اوكي. يا ولد. اقل حاجه تحتفل بيها لما يكون عندك عضلات كده وبتلعب ظهر، تلعب عقله وبتطلع الكوبرا باك، مفيش تاني بعد كده. على الموت يعني يا عم. جامد يا
عاش برو جامد عشت كمان اخر نفس يا ابو شاه. كاربع مجموعات فضل مجموعتين كمان على يخش الرابعة دلوقتي يو. جامد اوي علي جامد اوي جامد جامد يلا ها جامد وحش وحش كمان كمان ها في كمان افضل بومب على فكره في الجسم كله يمكن عند البرو عندي هو يوم بيعتبر يوم الضهر على فكره. لا لا انا بحب يوم الشيست الصراحه. الشيست احلى بومب. يبقى صدرك كمان بيكون طالع دراعاتك مليانه كتفك فل. هو الضهر مش بيكون قوي بس عادي. دي كده يا جماعه المجموعه السته بس انا قلت العبها على العلا الواسع. كان الجيم هنا زحمه شويه لكن انا في العام بحب العبها واسع. فاوكي بقى اخر واحده قلت العبها هنا واوريها لكم برضه. عاش ابو شاف دول بعد ما خلصت الست عولة ولعبت الواسع رجعت تاني لنفس المكان العب بور زي ما انا متعود برضو بفضل مقلوبة بيكتر الظهر ده بيطلع لك كتل كده في الظهر ها جامد اوي عاش علي اه شيخ ايوه قلت كده نتجمع عشان فاهم احمر وبتاع عمليه حمرا النهارده اضحك اتصور ها ما تجيبش ال ما تجيبش المصلحه عيب بقى مصلحه لو بص زينا المجموعه الثالثه ب 100 كيلو 40 و40 والبار يبقى كده 100 كيلو برضو علي تجيب المصلحه يا عم ما شغلتش دماغك بقى يعني لا لا انا اللي بصور انا اللي بصور عايز انا اللي بصور قدام المصلحه انا اللي بصور هتسوحنا علي انا اللي بصور هينزلونا على السيكو سيكو علي والله مش هيحلونا والشيخ هيشمت فينا وهتبقى بصيبه سودا ومراد الشيخ ايزي افرض ضهرك ده اه يلا علي شفت العروق عند علي في عامله ازاي دلوقتي جامد قوي علي كنت بتطلع علي في الفيديو الزاويه الرابعه الزاويه الرابعه برو على الجهاز ده مش عارف ابو شاه تخش على الجهاز وتقفله اهو متقفل اهو هو جاهز هو جاهز اخش دلوقتي هلغي بقى الرشاح بالدمبل اللي هو المنشار والعب مكانه الجهاز الضعيف بالاوزان الضعيفه دي ثلاث اربع مجموعات برضو كده كده اجيب اخري بقى اخرك يا برو الصراحة هو حلو يعني بس ال بس انا من كتر ما بحب الدمبل فانا الصراحة هدي للدمبل انطباع انه هو احسن. نايس. نايس. نايس.
فوليوم. وكده يا جماعة ده الأداء اللي بعده، ده الأداء الخامس. السحب أرضي بحبه جدا برضو. والساعة دلوقتي 11:40 دقيقة، يعني فاضل 20 دقيقة على النيو يير، وإحنا هنخلص السنة القديمة في الجيم، والسنة الجاية السنة الجديدة هتبدأ وإحنا في الجيم برضو. كم يدوى علي؟ كم يدوى علي يا جماعة؟ إن شاء الله. عاش عمر يا جماعة، عمر. عمر ده عليه الدور دلوقتي معانا. يا شباب وخلصنا بقى الخمس اداءات بتوع الضهر، حلوين قوي كده. هلعب بقى دايم بايسبس كمان ويبقى حلو قوي. هلعب مثلا مسطره اول اداء، وبعد كده هلعب هامر بالدمبل. وبرده قلت اشوف الساعه كام كده، الساعه حاليا 12 اهو. فانا قلت لازم يعني زي ما قلت لك قبل كده في اول الفيديو، انا هخش الجيم في السنه القديمه وهدخل السنه الجديده وانا في الجيم برده الساعه 12. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا وجاي لي رساله غريبه بقى، تخيل من مين؟ ما بهزرش والله، جاي لي رساله من مين؟ من الجيم. حلوه دي، شايف الرساله ولا لا؟ عزيز البرو محدش بيحبك الا انا، حطم الاوزان وابعد عن النساء. شفت يا برو؟ مش انا قلت لك طول ما انت هتسيب الخروجات وهتروح الجيم في الساعه 12 الناس كلها بتحتفل وبتخرج ويمين وشمال، وانت يا برو في الجيم هيجي لك بقى الحاجات اللي هتفرحك. يعني دي الصراحه فرحتني رساله زي دي. عزيز البرو ما حدش بيحبك الا انا، حطم الاوزان وابعد عن النساء. عنده حق، لازم تحطم الاوزان وتبعد عن النساء، والاثنين بينهم علاقه طرديه. انت طول ما انت مع النساء مش هتنام كويس، اكلك هيبوظ، هتلاقي نفسك تسوح. لكن طول ما انت هتبعد عن النساء هتعمل اقوى عضلات. لازم تبعد عن النساء، دي حقيقه. النساء هتسوحك، ولا هتنام ولا هتعمل اي حاجه. طب دلوقتي انا ارد عليه اقول له ايه يعني؟ ارد انا عليه اقول له ايه؟ اقول له حبيبي يا برو، الجيم هو البرو برضه، ده بيك برو الجيم ده. فخش نكتب له رسالة دلوقتي. حبيبي يا برو. ده الجيم يا جماعة، ده القلب ده. محدش بيحبك الا انا، عنده حق. هو الجيم يا جماعة وبس. تحطيم اوزان موت. السنة اللي فاتت انتهت وانا بلعب ظهر، والسنة الجديدة بدأت وانا بلعب بايسبس. دي أحلى سنة بقى فعلا، هي دي. هلعب هنا أربع مجموعات وبعد كده أخش ألعب هون. كده يعتبر 30 عدة. ودي كده المجموعة التانية، هلعب كمان اتنين يبقى كده حلو قوي في البايسبس، عشان ما ملكوش بس معايا كده كده العدات بتبقى كتير. فدايما شوفت هذه التمرينة ان شاء الله كانت تكون عجبتكم. وطبعا السنة الجديدة كل سنة وانتم طيبين، وبإذن الله بإذن الله التمرين اللي جاية تعجبكم وتبقى حلوة، ونجيب آخرنا كده كده. ما اقدرش ما اقدرش، انا متعود على كده. بعد الهمر قلت العب بس اربع مجموعات كده ارتكاز، فاهم؟ قوه
كتفك ده لورا خالص، اعزل البايسبس وبعد كده انهي. فلازم يعني لازم بعد ما قلبي خلي البايسبس تاخد حقها برضه. مش معنى ان انا لعبت الظهر وعملت اللي عليا فيه يعني مش هلعب بايسبس. لو كده كنت مدخل يوم دراع معايا، بس انا مش متعود على كده. لازم التمرين تكون صعبه برضه في البايسبس، ان انا مش بلعب يوم دراع، فلازم الدراع ياخد حقه. لو ما كانش كده زي ما قلت كنت ادخل يوم دراع، لكن انا كده خلاص حلو قوي كده. تلات اداءات يعتبر بايسبس. فدلوقتي حان وقت الجوع، جعان يعني، فعايز اكل. ان شاء الله تكون التمرين عجبتكم. اشوفكم بقى ان شاء الله في تمرين بكره. يلا باي باي.